Guess who's back? Hola, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya bien contigo. Inshallah, ربي تكونوا كامل بخير تكونوا كاملة. Enfin, finally, decided نحشم ونجي لكم فيديو جديدة. And why? Because of you, of course. باينة بلي نتوما اللي ترجعوني ديما. باسكو حنا كامل هكا شغل human beings وكامل نحتاجوا هذيك الموتيفاسيون اللي شغل هي اللي درنا هذيك البوش، شغل واحد يطبعك هكا باش دير هذيك الحاجة. سو البارح في الليل كنت قاعده نخدم ومن بعدها بداو يجوني هكا لي كومونتير، دونك هذوك لي كومونتير كانوا بزاف شابين بوزيتيف باينه، تما اثروا فيا، تما قلت انا لازم نحشم ندير لهم لي فيديو مالغري والله ما عندي الوقت اني مع القرايه مع الميموار مع الله اوف ثينكس هابينين. سي بور سا مانيش ندير لكم في فيديو، مي مره على مره نسيي كيفاش نطلع عليكم وندير لكم لي فيديو. قلت لكم هذوك لي كومونتير بزاف شغل اثروا فيا باش تعرفوا بلي رانا كامل شغل على بالي بلي الناس قاع تخدموا قاع تقراوا قاع هكا، بصح يجينا وين نهار نتعبوا نكرهوا ما باليش انا، تما نحتاجوا واحد يدير لنا هذيك الموتيفاسيون. وانتم كي تكتبوا لي هذوك لي كومونتير ولا تبعثوا لي دي ميساج في انستغرام ولا ياثروا فيا. سو ار يو ريدي ام بي تاماس. سو الموضوع تاعنا تاع اليوم واش هو؟ على النتائج تاع الفصل الاول. شوفوا ماشي ميم غير النتائج، كاين مازال اصلا ما شافوش النتائج وراهم ديجا شغل راهم ديبريسيون كلاس، شغل تاع ما جابوش دي بون نات ولا ديجا كي ما خدموش جاتهم شغل راهم يديروا في هذوك الاكسبكتيشنز ولا التوقعات تاع انهم ماهمش راح يخدموا قد ماهمش راح يجيبوا دي بون نات ولا هكا. انت ديجا اول حاجه لسه ما شفتش النوت تاعك في هذيك الماده، باسكو شحال من مره احنا نقولوا بلي ماناش خادمين بعد تلقى روحك في الاخر خادم نورمال عادي، تسمى هذيك الاكسبكتيشنز هذوك اللي يكونوا نيجاتيف خلوهم لنا دو كوتي بليز، بليز ستوب دوين ذيس. اوكي نيجاتيف خلوهم لنا دو كوتي بليز، بليز ستوب دوين ذيس. اوكي هذه حاجه ديجا ماكش عارف لسه شحال جبت شحال ما جبتش، اوكي في اي ماده كانت. يعني الحاجه الثانيه النقطه هذيك ماشي هي اللي تحدد لك مصيرك في الباك، اوكي باسكو وي اول نو كامل على بالنا باللي في الفصل الاول كامل تكون تالفت لكم، يعني يس اوف كورس تكونوا قريتوا كاع وهكا وديروا هذيك ليفا وكاع، صح ستيل يعتبر لسه هذاك الفصل الاول شغل تجربه لكم، على بالي باللي قريتوا وجدتوا في اي ماده وجدتوا حاولتوا انكم شغل تحلوا لي سوجي تقراوا باغ اكزومبل جراماتيكال الباراغراف كلش وهكا، بصح قادر ما تخدمش هذاك النهار، هذه حاجه عاديه. علاش؟ لانكم ما كنتوش ما تقول مازال ما كنتوش مايفين بالطريقه تاع الاسئله هذه نورمال، وديجا كتكون وديجا كيما كي تكون شغل باك ماشي كيما تكون تقرا نورمال، لانه تكون مستريسي شغل رانا حنا تاع باك يديرونا حاجه جديده ما باليش انا شغل هذاك التخمام اللي نخموه كيما رانا. سو حاجه اللي حابين نقولها لكم ما تقلقوش، مازال الحال ريلاكس تشيل، مازال عندكم الوقت باش تقراو باش شغل دي تافونسي، وديجا الفصل الاول نورمالمون تعتبروه كتجربه ليكم وين تداركوا هذوك الاخطاء باغ اكزومبل في الاسبانيول وين ما خدمتش باغ اكزومبل شغل الجراماتيكا حسيت روحي ضايع فيها ما عرفتش نصرف الافعال، ولا ليكسيكو حسيت ناقص لي المصطلحات ما عرفتش ندير هذيك تاع فيربو سبونتيفو ادخيتيفو، ولا كاين ناس يكونوا ناقصين في الاسئله تاع النص ما يعرفوش كيفاش يجاوبوا على لي كيسيون تاع النص. دونك كل واحد فيكم واش نورمالمون يدير يحكم ورقه ويكتب فيها لي فوت نتاعو اللي دارهم في الفصل الاول، يعني في كل ماده الاسبانيول فهراني ناقص العربيه فهراني ناقص مات ما عباليش انايا شريعه مانيش فاهم حاس روحي برك حافظ ثم جاني سؤال تحتيه ما عرفتش كيفاش ندير نسيي كيفاش شغل نعرف وين راهم العيوب نتاعي واش درت واش غلط هكا باش تافونسي. اما باش تقعد نتا لايك بليمين يور سيلف تلوم في روحك هذيك الحاجه ما راح تديك حتى بلاصه كيما نقولوا راح تبقى ديما في ان ذا سيم بليس في نفس البلاصه نفس الليفل نفس المستوى تبقى ديما كيما هكا. سو اوف كورس حنا ماشي راح نديرو هكا راح نحاولوا كيفاش نشوفوا هذوك الاخطاء ونخدموا عليهم باش شغل تحطوها في راسكم بيان هذه الحاجه. باسكو شوفوا لحقوني بزاف دي ميساج في انستغرام على شغل دي ميساج كيما هكا انا قريت بزاف على خدمت هذيك الماده وكاع بصح راني حاس روحي ما خدمتش. اوكي راك حاس باسكو حنا جينيرالي سبيكين يعني نحبوا شغل نتنبؤوا الحاجه اللي نيجاتيف باش نتفاهموا عليها، ديما نحاولوا نشوفوا الحاجه اللي اسوء ونتنبؤوا بها ما نقولوش زعما نو راح تكون ان شاء الله بيان وكاع ديما هكا. سما ديجا هذيك الحاجه لسه ما صراتش واي ار يو كولين فور ات علاش راك تعيط للشر كيما نقولوا فهمتوا. سو نو ويت اسبيرا حتى تكمل شغل يجوا لي نوت تاعك نشوف ومن بعد تقيم روحك
وهذه الحاجه ما مسيك شغل ما مسي هذيك الماده صح لقيت روحك ما ديتش فيها مليح روح شوف علاه ما ديتش فيها مليح ماشي تقعد تقول ما ديتش فيها مليح ما ديتش فيها مليح اوكي وي نو ذيس خلاص على بالنا بها دوكا لازم نعرف علاش ما ديتش مليح ونبدا نخدم على هذوك الصوالح باش الفصل الثاني الفصل الثالث وفي الباك ان شاء الله ما ديروش هذوك ذا سيم ميستيكس ولا هذوك لي فوت هذوك اوكي اوكي جود هذه بالنسبه للفئه الاولى اما بالنسبه للفئه الثانيه اللي ما راحوش حقبوا الاكزام ار يو اوكي صافا شويه اوكي سو هذه الفئه كيفاش يخمو يقولوا زعما شغل صح في الباك جماعه صح في الباك ار يو هير ديروا لي لي كومونتير بليز سو اي نيد يو اوكي سو جماعه صح في الباك هذو لايك اوكي صح في الباك صح هو صح صح في الباك بصح لازمك تروح تجرب لازمك تروح تشوف لي كيسيون تاع الشغل تاع كل ماده كيفاه قادرين يجوك وباش نتايا تختبر روحك في واش تختبر روحك لانه نتايا شغل هذيك الفصل الاول كومبليت تقرا وتراجع ومن بعد كيفاش تعرف روحك بلي راك فريمون فاهم هذيك الماده ولا ماكش فاهم ليكزام شغل خلو عندكم هذيك الحاجه اللي شغل تحبسكم لو كان تروح تعقب ليكزام تجيب مليح وهكا يطلع لك المورال ولا لا لا ديما عندك حاجه اللي تقيمك لازمكم تروحوا باش تعرف كيفاش تقيم روحك ونخدم انا من الحوايج اللي مانيش مليح فيها الحوايج اللي راني مليح فيها نعرف بلي راني طبقتها كيما نقولوا متهني منها باسكو نتوما راكم تاع الباك راكم ليميتد كيما نقولوا عندكم وقت محدد لازمكم تكملوا صوالح تاعكم في كل ماده دايرينها وقت محدد تما باش نعرف انا هذو الحوايج سيبر راني مليح فيهم هذو حوايج نو لازم نخدم عليهم وهكذا تما لي اكزام يخلوك انت تعرف وين راك كيما نقولوا البوزيشن تاعك ولا الليفل تاعك وين راك اوكي حاجة واحدة أخرى ثانية حبيت نحكي عليها هي أهمية حل المواضيع شوفوا كاين بزاف اللي قراو شغل قراو دروس ومات ولا شريعة ولا ما عباليش أنا قراو شغل حافظين دروسهم وفاهمين وكاع بصح ماهمش حالين مواضيع من قبل هادو كيروحو ديريكتومون ليكزاما راح يتفاجئوا بوركي علاش يتفاجئوا باسكو طريقة الأسئلة مراحش تكون كيف كيف كيما حفظتها كيما راح تجيك نو باينه بلي مراحش تجيك هكا لو كان جيت مطلع على شغل ليكزام تاع مثلا شريعه ولا مات سورتو المات شغل المات انت تقراها بلا ما تحل تمارين هذيك شغل اتس انسين ما تخرجش للراس اصلا تسمى نورمالمون تحلوا تمارينكم كي برك في المات باغ اكزومبل فرونسي اونغلي ولا اي ماده كانت لازمكم تشوفوا المواضيع سواء تاع بكالوريا ولا اختبارات سابقه ولا فروض ولا ما عباليش انا المهم تكون مطلع على طريقه الاسئله تاع كل ماده لانه هذه الحاجه راح تعاملك انك تخدم بيان ماشي انت تكون حافظ برك دروسك زعما غراماتيكا ولا شغل دروس نورمال ولا لي باراغراف ما باليش انا وتروح هكاك برك نو لازمك تجرب في الدار تحل المواضيع وحدك باش كي تروح تكون اوريدي شغل راك عارف راك ديجا راك عارف وعارف طريقه تاع الاسئله كيفاش تجيك تبدا تخدم ديريكت ماشي انت تشوف سوجي هكا تقول او واو شغل حاجه something big ولا something new جامي شفتو لازمكم مواضيع ولي يقرا سورتو اللي راهم يقراو في ليكور وما راكمش تحلو في التمارين ولا ما راكمش تحلو شغل في المواضيع واي ار يو دوين ذس يعني الواه راكم ديروا هذو الصوالح باسكو راهي ديما تسمعوها صح هو في القرايه تاع الدار ما واحد ما يكذب عليك زعما يقول لك تقرا ليكور ونانانا والفايده والو شغل في الدار ما تقراش سي بوغ ريان راكم ما راح ديروا والو بها وما راحش توصلوا شغل البعيد بهذه الطريقه تاع انك زعما كل ماده تروح تقراها في ليكور وما تطبقش في الدار ما راح توصلكم حتى بلاصه انا نقولها لكم من الاخر so yeah that's all what I wanted to say وما عبرش علاش اليوم راني I'm mixing between the English والاسبانيول والعربيه ومخلطتها but okay anyway نستوش عليا بس عندي بزاف ما درتش لي فيديو تاع اليوتيوب وما رانيش عارفه فريمون كيفاش نهضر شنو ثاني yes concernant Instagram راني ريبوندي على لي ميساج تاعكم والله شوفوا بزاف اللي يبعثوا لي ميساج راني نحاول نريبوندي على الماكسيموم تاع لي ميساج تاعكم تسمى اذا عندك سؤال عندك حاجه ما فهمتهاش ولا ابعثوا لي برك انستغرام تاعي نخليه لكم هنايا انا ديما نحط لكم في نهايه الفيديو اسبانيول كون الهام نفس اسم القناه اروحوا للانستغرام نتهلا فيكم ان شاء الله نجاوب على لي كيسيون تاعكم ايه كاين حاجه ثانيه واحده اخرى مهمه بزاف على ما راكش ديرينها في الفيديو تاع الدروس في اليوتيوب يا جماعه راني دير لكم كامل دروس يهديكم ربي شوفوا دايرت لكم وحده الاولى الثانيه والثالثه والرابعه راه مازال فيها شويه برك شويه واحد ثلاث دروس ولا اربعه ماكسيموم اي جيس راني متفكره مليح مانيش دايرتهم وراني دايرتكم في بالي راني يعني حابه نديرهم راني مانيش برك لاقي الوقت اوكي ان شاء الله يا ربي نديرهم لكم تما لي فيديو الاخرين لو كان حابه ندير لكم
راني راح نشغل ندير لكم حوايج اضافيه بالك تمارين بالك لي سوجي بالك ما باليش انا ميم سي لي سوجي راني دايره لكم كيفاش تحلوا الاسئله تاع الناس كيفاش تكتبوا الباراغراف كيفاش تحفظوا المصطلحات دايره لكم مصطلحات تاع الوحدات كيما راهم سما شوفوا لي فيديو لقدام راهم نفس الشيء باسكو تغيرني بزاف كي تبعثوا لي في انستغرام ماكش متهليا فينا ماكش ديرينا في اليوتيوب وكاع باسكو راني ديجا دايره واني حاب نرجع لليوتيوب برك ما عنديش الوقت باسكو انا بدايتي كانت في اليوتيوب وراح تبقى في اليوتيوب باينه ماشي راح نحبس انا اليوتيوب ولا فهمتوا تما راني دايره لي فيديو شوفوهم ان شاء الله تستفادوا وكاين بزاف اللي راهم يستفادوا يبعثوا لي ما تنساوش بها شرط تدعوا لي باسكو هذا العام شغل نتخرج الميموار راكم شايفين ستريس وكاع اند يا ذاتس اول هذا واش كنت حابه نقول لكم.